ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جات لكم باش نعملوا get ready with me, باش نوري لكم كيفاش عملت المكياج هذايا وكيفاش عملت شعري. ما تنساوش تشتركوا في القناة اذا مازلتم ما اشتركتوش فيها, ساعدوني اني نوصل للمليون قبل نهاية السنة هذه ان شاء الله بقدرة ربي. وشكرا شكرا شكرا على مساجاتكم الكل وعلى كلامكم الحلو والكومنتس نتاعكم الحلوين, ديما نقراهم ديما نقراهم وديما نفرح برشا بالتجمع نتاعنا من البلدان العربية الكل. شكرا لكم الكل, ما تتصوروش قديش كلامكم الحلو يأثر فيا وقديش يخليني نحب نقدم لكم اكثر واكثر. اذا كنت حابوا تشوفوا كيفاش تحصل على النتيجة هذه وقعدوا معايا. كما تشوفوا لهنا عملت الكريم الاساس نتاعي, عملت الفون دو تان, عملت حوايج بي دونك مازالوا لي عينيا باش نبدا بيهم. بالنسبه للعينين باش نستعمل الباليت هذيا من ذا بالم اللي هي باليت جديده. الخطوه باش نستعملها باش نستعمل اللون الايجوري هذا, لونه برتقالي محروق ولا كيفاش. دونك كما تشوفوا لهنا, وباش نخدموا على كسره العين بالطريقه هذه. دونك ناخذ الفوشه نتاعي تكون فلافي, يعني هكا الشعر نتاعها لازم يكون بعيد على بعضه. كيف بالنسبه للعين الاخرى, باش تكبر المساحه نتاع العين ونجم ندمج فيها اللون اكثر, ديما نحاول اني نطلع حاجبي شويه لفوق باش نجم نخدم لون الظل متاعي مليح. من بعد باش ناخذ اللون البني الفاتح اسمه بولد, ونخدمه في طرفين العين, دونك في الطرف الداخلي وفي الطرف الخارجي كما هكا. دونك نحط شويه لهنا وشويه لهنا وندمج الطرفين مع بعضهم. نخلي المساحه الصغيره هذه اللي في الوسط فارغه خاطر من بعد باش نخدم فيها اللون الفاتح. نتعدى ناخذ فوشه مع اكبر باش نجم تدمج لي اللون نتاعي اكثر. لازمها ديما تكون نظيفه الفوشه نتاعنا باش ما تخليناش لون واحد اخر على الخدمه نتاعنا. دونك باش يجينا حاجه نظيفه والمكياج نتاعنا يجي نظيف. دونك كيف من الجهه الاخرى. من بعد باش ناخذ لون البني الغامق كيف باش نحطه في الطرفين, يعني اطراف العين, وندمجهم ببعضهم. لهنا زدت شويه في الكميه. من بعد باش نجي ناخذ لون بريث تيكينغ ونحطه في الوسط. كما تشوفوا اللون ياسر حلو, لونه برونزي على ذهبي وكمية صغيرة تكفي. من بعد باش نجي للون الذهبي الفاتح ونحطه على مدمع العين. يعطي إضاءة حلوة برشا خاصة بالنسبة للعينين الصغار, دونك يوسع في العين كما تشوفوا لهنا. من بعد باش نجي للون البني الفاتح ونحطه تحت عيني كميه صغيره, دونك ما غير ما نكثر برشا. نفس الشيء من الجهه الاخرى. توا باش نكمل نحط الايلاشز نتاعي الرموش الاصطناعيه ونرجع لكم. هذه بالنسبه للرموش, زدت شويه ايلاينر الداخل باش ما يقعدش فما فرق بين البلاستيك نتاع الرموش الاصطناعيه وطرف العين. من بعد باش ناخذ ماسكارا من جلوسيب نحط شوية على الرموش الفوقانيين باش يلزقو في الرموش نتاعي, ونحط على الرموش التحتانيين.
ديما نحس اللي الموشي التحتانيين اطول برشا من الموشي الفوقانيين، ما نعرفش علاش، ممكن على خاطر نستحفظ عليهم اكثر، مش ديما نعمل لهم ماسكارا، خاطر بالحق الموشي الفوقانيين يتسمو طاحوا على قبل. نفكر كي كنت صغيره كانوا الموشي ياسر طوال، ملي بديت نستعمل في المكياج، ملي بديت نستعمل في الماسكارا وكل، الله يهدي طاحوا لي الموشي الكل. دونك ما تستعملوش الماسكارا ملي عمركم صغير، ايفيتيو هلو ماكسيموم. ولا هذا بالنسبه للمكياج نتاع العينين، دونك كملناه هكا يكفي، دونك حاجه خفيفه ماهيش كبيره برشا. بعد باش نتعدل شويه كونتورينغ، باش نستعمل البرونزر هذا من عند ذا بولم، دونك برشا حاجات استعملتهم من عند ذا بولم اليوم، خاطر بعثولي كلكو برودوي ومازلت فرحانه بيهم. نجي نحط شوية على الخدود، بعد نتعدل البلوش باش نستعمل هات ماما كيف من ذا بول. نحط لكم الاسامي الكل في الديسكريبشن باكس، في خانه المعلومات تحت الفيديو تنجموا تشوفوهم. هيك اذا عجبتكم حاجه تنجموا تاخذوا منها. دونك اللون يجي كما هيك، ديما نحط شوية على الخشم، يعجبني الفي اللي يعطيه البلوش على الخشم، so cute. ولا بعد باش نتعدى للفوم، باش نستعمل الكريون هذية من ماك، دونك اسمه كورك. بعد باش نستعمل ليبستيك من الكوليكسيون الجديده نتاع لوفلي، اللي هي الكوليكسيون اللي هي ليديسيون ليميتي نتاع ذا دبليو، دونك نتاع وفي. وفي كان ما تعرفوهاش، عندها قناه على اليوتيوب وعندها باج على الانستغرام، نحط لكم الباج نتاعها في الديسكريبشن بوكس. دونك عملت الكوليكسيون هذه اللي متوفره في تونس، فيها الالوان هذوما، دونك في بالي ناقصين زوز الوان خاطر استعملتهم. باش نستعمل اللون هذايا هي نمرو 11، وباش نحطو على فمي الكل. هذايا اللون اول مرة نجربو، دونك نجرب فيه معاكم. التكستور متاعو حلوة، مش من نوعك اللي يشيح برشا، دونك فما المات ليبستيك زيدو يشيحوا برشا الفم. هذه التركيبه نتاعو ياسر خفيفه. على هذه النتيجه في بالي اول مره نستعمل لون فاقع هكا على القناه. اللون نتاعو احمر لكن شويه على الاورنج، حسيتو ماهوش كل الاحمر احمر، دونك حلو ماهوش خايب. نتعديو توا للشعر، باش نقد شعري شوية. كنت لابسة المراية هذه شادة بيها شعر باش ما يتيحش على وجهي وانا المكياج. بالنسبة شعري مانيش باش نعمل حاجة كبيرة، باش نخليه محلول على خاطر مازلت كي جبدتو. باش نستعمل الاكستنسيون هذوما من عند سيكريت اكستنشنز، دونك اكستنسيون ياسر حلوين، ماهمش حقانيين، معناه الشعر نتاعو ماهوش حقاني سانتيتيك، اما يظهر ياسر طبيعي وياسر ارطب. دونك كيما تشوفوا لهنا فيه دي بوكل. انا قبل جربت لي اكستنسيون اللي يتركبوا، دونك بالتكتكيت كيعملوا تك تك تك. لي اكستنسيون هذوما ما يتركبوش بالتكتكيت، دونك يتحطوا بالطريقه هذه، فيهم كي لاستيك لهنا، دونك يبعثوا لكم معاهم برشا لاستيكات باش تشوفوا انتو والكبر الرسم نتاعكم وشنو يجيكم بالضبط. دونك تحطوا
les extensions تاعكم هكا تهزوا شعركم بعد تاخذوا الاستيك وتطلعوه لفوق بالطريقة هذه من بعد الشعر اللي قعد مشدود لهنا تهبطوه دونك تهبطوه اللوطة كيما هكا بشوية بشوية دونك تهبطوه اللوطة بالطريقة هذه كيما نشوفوا لهنا لي زيكستونسيون تاعي وكيف كيف نفس الحاجة من الجهة الأخرى كما تشوفوا الاستيك متاعي لهنا ما يظهرش برشا دونك بعد نجي نمشط شوية شعر باش يتخلط مع شعري باش ما يظهرش اللي انا لابسة اكستنسيون دونك رغم اللي هما افتح شوية من لون شعري انا اخترتهم فاتحين باش يعطيوني هكا كل اومبري هير على خاطر حبيت نبعد شوية على اللون الاسود فوالا دونك كيما تشوفوهم لهنا ياسر حلوين دونك عطاو افي الامبري هير اللي حكيت لكم عليه ياسر ياسر حلوين ياسر طبيعيين ما نظهرش جمله اللي انا لابسه اكستنسيون وان بلوس خفيف اهم حاجه اللي هما خفيف على خاطر انا جربت كيما قلت لكم اللي تركبوا بالتكتكيت الكليبين اكستنشنز واخر نهار يتعبوك مش نورمال تحسوهم ياسر ياسر رزان على الشعر وانا بالعاني دونك ما اخترتهمش اطول من شعري برشا باش يظهروا طبيعيين على خاطر انا شعري قصير واذا كان نختار واحدين طوال برشا باش يظهر الفرق بين شعري والشعر الاصطناعي على هذاك جوست طولت في الشعر شويه بركه اكاو بالنسبه للفيديو نتاع اليوم ان شاء الله عجبكم ان شاء الله استفدتوا منه وتعلمتوا حاجات جديده وعرفتوا حاجات جديده ما تنسوش تتابعوني على بقيه السوشيال ميديا وانا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي باي باي.